في فطور بحفيدة. في فطور مع أمي حفيدة. آه. ان شاء الله في عمرها ان شاء الله. امين قلت يا امين. السلام عليكم خوت خوتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. المهم ان شاء الله راه غادي اليوم المغرب، يلاه غادي نشد دابا الطريق لندن، المطار ديال لندن هو اللي كنركبوا فيه دائما من تما، بعيد علينا تقريبا واحد ساعتين ما كاملاش تقريبا كاع. لهذا الاصدقاء نمشيو دابا وخليكم معنا ان شاء الله. المهم الاصدقاء رجينا هنايا، كنا ديما هاد البلاصه اللي كنا السيرفيس هذول كنوقفوا فيه ملي كنا غادي المطار، حيت تقريبا عندنا الطريق ديال واحد ساعتين ما كاملاش تقريبا، وكنوصلوا هاد البلاصه السيرفيس هذا كنجلسوا فيه دائما عاد ان شاء الله نكمل الطريق. راكم عارفين يكون معاكم الوليدات الصغار ضروري خصكم توقفوا في شي بلاصه، يعني تبدل ليها داكشي ديالها المسائل وتخلي معاها تنتي يسرح حرف ليها معاها تاني، ماشي بحالنا حنايا كنصبروا المراه شويه عاوتاني صعيبه عليهم القضيه، واخا عندنا الطريق ديال تقريبا واحد ساعه و 54 دقيقه هكا باش كنوصلوا لندن، ماشي باش بعيد علينا لندن. صافي هادشي اللي كاين، شوف دابا عاوتاني نكملوا الطريق بين السلاس ونكملوا الطريق ان شاء الله. حنا جينا الاصدقاء دابا المطار، دخلنا كدير الاجراءات اجراءات الاصدقاء، هما اللي ما كنحملش انا هنايا الصراحه، ولكن الحمد لله على كل حال ضروريه بحال هاد الاجراءات هادي. وتخيلوا معنا واحد الزهر دابا حاليا، حتى جينا دابا من بغينا نجيو المغرب عاد خلينا هنا دابا واحد الحراره دايره بصح، عرفتي الحراره هنايا راه نادرا فاش كتكون، نادرا فاش كتكون هاد الحراره، ولكن الزهر خلينا الحراره هنايا، ودابا كاينه البرد دابا حاليا والشتا في المغرب، مي الحمد لله على كل حال. Because they're bringing it back. Come on, sit down. نجاح في التغطية سريعة كان النجاح من. هاد المغاربة الأصدقاء كيتشطاو عندنا الكورة هادي ما ماتش ما والو الصراحة، هادي العصا وحق الله العظيم. الا غير ديال العصا يلا غادي دابا الاصدقاء نمشيو باش نطلعوا الطياره الا بغى الله. ما كملتش الماتش الاصدقاء، حد حاجه كنقول لكم دائما
أميرة كان نديها المغرب بالباسبور المغربي، هذا هو الباسبور ديالها مغربي واللونان، كندخلها المغرب باسبور مغربي وفي الروتور كندخلها باسبور بريطاني. ياك إيه جالس صافا. No, I'm okay because I don't need a visa for Morocco. If I need a visa, it's different. Yeah. But I'm alright. مهم. بلشي أميرة شو اللي كنقول لكم دائما صغار. أدخل المغرب باسبور مغربي. وفي الروتور أدخل باسبور بريطاني ماشي مشكلة. راسية بلاد هذيك القبل. إحنا غاديين أصدقاء دابا الطيارة طلعوا إن شاء الله والله إلا متحمسين صراحة. فرحانة نويس؟ آه. بزاف ولا شوية؟ بزاف. في الفطور بحفيدة. في الفطور مع أمي حفيدة. آه. اشنو طيبه في الفطور؟ everything she got in the house she cooks with breakfast. قالت لك كل شيء اللي كاين في الدار كطيبه الوالده مسكينه. اه الله يطول لها في عمرها ان شاء الله. امين امين. قالت لي امين. المهم الاصدقاء ديك المغاربه الاصدقاء الماتش عصبني على الاصدقاء والله الماتش عصبني بزاف. بينالتي زاكلو ما لعب ما مسحهم الصراحه والله صابوني نخلي الماتش بغيت نتفرج فيه لا حتى شي حاجه. المهم الاصدقاء رجينا دابا للدار على خير وبخير الله يلا عشي داز داكشي الامور صراحه داز زوينه كامله مكموله الله ما كانش شي حاجه اللي خايبه هلوي صحيح سلام سلام لاباس عيتي عيد ماشي عيتي عيد عيات يا مسكينه راه الصراحه النهار كامل حنا تي يعني باش غادي مسافرين الصراحه حيت كنمشيو بكري لندن كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو عاده كنبقاو تما معطلين وفي الاخر الطياره عندنا مع العشيه باش كنشدوا دابا وصلنا مع الليل وواحد الحاجه الاصدقاء راكم عارفين ما كنمشوش عند الدار من الاولين لحقاش الليل ما كنبغيش نبرزطهم نهائيا كنبغيهم يبقاو على راحتهم حتى كنجي عندهم الصباح انا هو ماشي بعاد عليا بزاف راه قراب شويه لهذا انا راكم عارفين الوالده كتكون عيانه شويه والوالد حتى هو مسكين عيان بلا ما نبرزطهم كنجي عندهم في الصباح من الاحسن حتى حنا عيانين صراحه اميره خاصها تجي خاصها تنعس دير لها واحد السيستيم اميره كتنعس فيه ما كيتبدلش لا نهائيا خاص تكون ناعس ودابا هذه 12 الليل دابا هذه ما كاينلاش نمشيو عندهم ونبرسطوهم وراهم كينعسوا بكري مع داك 11 خصهم يكونوا ناعسين لهذا راكم عارفين ولفت هاد القضيه هذه الاصدقاء كنجيو للدار عندنا عاده من بعد في الصباح كنمشيو عند الوالدين كنشوفوهم ولكن ان شاء الله رمضان هذا غادي نزوزو معاهم ان شاء الله في الدار ما غاديش نكونوا هنايا في الدار عندنا ولا شي بلاصه نبقاو عندهم في دار الوالدين تما في الغد ندوزو
هذا الشيء اللي كانوا أصدقاء فرحانة. I will be tomorrow. I'm still really tired. قالت لك غدا شو اللي فرحانة أكثر عاود ثاني. غدا قالت لك حدا برعي أنا ذاك شالش. صافي هذا الشيء اللي كان. عاد شي واحد حاجة الأصدقاء دابا والله العظيم بغيت نوري لكم ولكن ماشي دابا كاين شي ناس غادي يعيفون. هو الببوش الأصدقاء والله العظيم عرفتي وجدتو واجد وهذاك خلي شو دابا كنت بغيت نصورو قلت بلا ما نصورو ستينكس قالت لك راه خارج الدنيا بالببوش ستينكس واي ستينك بيكوز اوف سميلز ستينكس داك الشيء علاش الأصدقاء قلت صافي بلا ما نصورو راكم عارفين البوش الاصدقاء راه ما كاينش مغربي ما كيبغيش البوش الاصدقاء المهم الناس اللي ما عرفوش البوش هو الحلزون والمسائل بحال هكا باش نشرحوا للناس يعرفوا شنو هو كاين اللي شي دول كيقول لك ناكلوا الحشرات هو راه المهم حنا كنضحكوا على شنو هو على هذوك الاسيويين اللي كياكلوا سرق السيشه والمسائل راه حنا دول اخرى راه كيضحكوا علينا كناكلوا البوش هذا الاصدقاء لهذا بلا ما نبقاو ننتقدوا داك الناس اللي كياكلوا الضفادع وكياكلوا سرق الزيتات والحشرات وداك الشيء راه بقاو نتاقدهم راه حنا عندنا بحال هكا الامور الخوت المهم هذا الشيء اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي غادي يكون غدا ان شاء الله مع الوالدين وغادي نمشيو نشوفوهم ونشوفوهم كاملين ان شاء الله ونفرحوا معاهم ونفرحوا كاملين ان شاء الله ومبروك عواشكم الاصدقاء باش ما نساوش هذه القضيه وحتى الا بغيتو تذكروا ديك القضيه ديال طبطب سين ديال الاصدقاء الناس ديال الجاليه المغربيه اللي بغاو يصيفطوا الفلوس للمغرب راكم عارفين دخلوا غير للديسكريبشن صندوق الوصف راه غادي تلقاو المعلومات على ديك الشركه اللي كتصيفط فلوس فابور الاصدقاء راكم عارفين ما كتخلص حتى شي حاجه ماما يا اميره اميره يو وان بوش المهم كيف قلت لكم بغيت ديك المعلومه راه غادي تلقاو تما كتصيفطوا فلوس فابور وما كتخلصوا عليهم حتى شي حاجه هادشي اللي كان الاصدقاء شكرا لكم نلقاو ان شاء الله فيديو اخر باي باي مع السلامه.